بسم الله الرحمن الرحيم. بلوغ المرام. مشروعية الاستعاذة في الصلاة. صلاة كي ستي أعوذ بالله ججون كراغو أمو فترة دراسة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بلوغ المرام صفة صلاة النبي. درسي أفرتمي جهر جرارة. ونحو عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكان يقول بعد التكبير إيقا الله أكبر يتكجلته أعوذ بالله السميع العليم أعوذ نديفا بالله الله أنا السميع يدبك كتي العليم يدبك كتي من الشيطان الشيطان الرجيم شيطان سر رحمة رب الرا درب ما كتي من همزه مرات من إسات الرا ونفخه بونا نمت أفوف إسات الرا من همزه ونفخه ونفسه شعري وكا ولا نمت أفوف الراجة جورا كان الرأي انتي فما ونفسه شيطان نخون شعري كان إساتو الدنيا تنتخاسي أكارا قدنغوسيس الدنيا قوتون نغان اندمت وكينا يبتيات وقوتون تطيارا اندمت مال اندمت وندنو المسير بيت شيطان دلقا بحسيف الاستعاذة مندوبة قبل كل قراءة في الصلاة وخارجها وهو مذهب الجمهور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جتن صلاة كيستس صلاة ألتس سيقرؤون سنة له والرجم هو رابرت سنة استعاذنتني صلاة كيسة ركعة درا يوكاو قراتي درا كيست يوجد أمت ركعة لما فاكيستو سدف فاكيستو أفر فاكيستو اختلاف الجراء جدو علماء دا إمام أبو حنيفة قسم إمام أحمد اللين ركعة درا كوفا كيست أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جنان وانا جاجي جيسو لاجا إمام الشافعين شوف ركعة كيستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جتشو ركعة باجة والقول الأول الظهر من تيمية ليني شوف ركعة أسم فلتي من حزم الظاهر اللين أموجة جدرا كشافعية سنتجعلاجي سالاني إيجاد تسينن بو صدقة جرمتي أراتيني سي كي سجرتو هوندي صلاة تكتي سنيفي كنافو جلقبت إيجا استعاذا قدن نقها ورجل خلطو جعلا جيجي ساني جا والله عالم السواب. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة. رسول ربي صلاتك نكبنت الله أكبر جت في قراءتي. قراءتي سنتمي بالحمد لله رب العالمين تنام بنايا. وانكر أمر الحمد لله رب العالمين سورة تنان إغلي جورا. قروك ناندرتي بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شيطان أريته مقرب بيتنغرغر صفته اتسنته جبودا فاتحة دبرتاجه إراتين فاتحة را واجب يو اللا لنمو كفاتحة بين سبحان الله والحمد لله الله أكبر جريت وصلاة شوفا صلاة ساقية سيد تنمو نباسي يو قرت سمالي وانبرا كان بين تاتي يرو ركوعات الله يرو سجودات الله يرو تيات الله سنو جدا وان برا يوم بيكين وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير رسول ربي صلاة كان كبروته الله أكبر إذن والقراءة قراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع يرجل بقوتنيته لم يشخص رأسه متايسا كقدم بوهنته كولينفونيتو ولم يسوبه كقديسين بوسنته كقديسين بوس ولكن كان يجن بين ذلك جدو سنتي لا بايتو بين الربع والتنزيل جدو الفروتيف جدو قد بوس سنتي متى يساقونه وكان إنت إذا رفع يرو متى يساق الفود من الركوع ركوع الراء لم يسجد كسجودا بونته لم يسجد حتى يستوي هم والكتة قائما دابتها لتين حتى يستوي هم والكتة قائما دابتها لتين وإذا رفع من السجود متى سجود الركوع الفود أمو لم يسجد سجودا قد حتى يستوي هم والكتة جالسا تأهلتين حتى يستوي هم والكتة جالسا تأهلتين وإذا رفع من السجود سجود متى سجود الفود لم يسجد سجودا قد حتى يستوي هم والكتة جالسا تأهلتين أريفنا أنتم عنينا بالليسون صلاة بالليس تججورا وكان يقول كجد في كل ركعتين شوف ركعة لم يعني كيست التحيات كان كجد التحيات كبجاء أي التشهد كله شوف التشهد يجو وهو من باب إطلاق لفظ البعد على الكل لفظي قري تفردتي يا مو تشهد أو جنوس كزما شفتي جتواني تشهد أمتي التحيات أو جنس التحية تهيانس شوف جتاتي متي قريماني شوف يا موتا يجو التحيات يوجد نمو جمعي التحية كجنة مفردة توكو جيجو التحيات كجنة مهد وكان يفرش رجله اليسرى وكانت اجرى يفرش كاف رجله من يسار اليسرى تبتا كاف تاجر يفرش كاف رجله من يسار اليسرى تبتا كاف تاجر افيا كم قدر تاجر يعني في جلاله تبرسا يروسان تايسات رتا وكان يفرش رجله اليسرى وكان يفرش الرجل يفتشر وكان يفرش رجله اليسرى من ساتا بتادا كأبوتي ومعناه يبسط رجله جتش نبلس بلسا نبلس عجل
وينسبني دابا أن يبنى تمرغاني دابا لفت قد دابا تمرغاني دابا وكان ينهى كالأوتة عن عقبة الشيطان تقول لو إنسى شيطانة ترى تقول لو إنسى شيطانة ترى كالأوتة تقول لو إنسى ساس أن يفرج قدميه يرب سالمين أفته فيجعل ظهورهما قبائر بلمين يقول نحو الأرض كما تجد ويجلس تاود على عقبيه تائسات الرتاو أكا سارين تتسنججو معنى برامو نمتجي تائسات كي قمت تنسيه وينسب ساقيه وفخذيه وديد سالم أولابه ويدع يديه على الأرض هركي سالم يدج الركايو معنى بلا أمس أن يدع عليتيه على قبيه بين سجدتين جد سجد لبينتي تائي سالمين كايو لا يرب سالمين طيب كنن الرا خيرات أرغون قد مسون كم جنان كهر كلامين لفتي قد متنساني تا وفي ترى قد تا انساني يربسا لمين افته وبا غير تير بسا كنا دچيتي قد متنسه تا ايساتي رغد تاو تيزمي دويو كجيلان تاني سو كدو كجيلا كنتين ركوة الشيطان تقول لويس الشيطان ترى لدو ويجي وينها لدو أن يفترش الرجل قربان أفتر زراعيه لأنه ميسال من أفتر لدو افتراج الصبع أكا أفتين سبيلين ساتت أكسرين فأفتيج إفسان التيجورة أي افترش الرجل قربان أفتراني الأرقى الزراعي لأنه ما يسالمين افتراش الصبع أكا أفتنس بنيسات تك بنيس أفتد وكان يختم الصلاة صلاة كات أمور تأي بالتسليم سلام تالا السلام عليكم يجورة أخرجه مسلمون وله علة مسلم تباسي حديثة كان مو علة ركنات تهال عاجل وله علة إلا قبل علة نساء أبو الجوزاء لم يجرم لم يسمع من عائشة أشرا أجيني كان في هذه السنة توقع قباجا أبو الجوزاء أخرجه مسلم جلي ولو علة جلي حديث مسلم يروي إلا قبل جلي إدراك بالجوزاء هذا لعائشة معلوم لا يختلف فيه وسماع منا جائز ممكن لكونهما جميعا كانا في عصر واحد حفظ أبو الحسين القرشي أكنجا أبو الجوزاء عائشة رقبون بكما كيستو اللبين قدم إرى
يعني زمن توكيز جرات شون إنساني جتونا إيه زمن توكيز جرات إن رادا قوني مجاوا جه وان زمن توكيز جراني بججة وهذا ومثله محمول على السماع عند مسلمين كما نص عليه في مقدمة كتابه الصحيح إلا أن تقوم دلالته بينة على أن ذلك الراوي لم يلقى من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا حينئذ يكون الحديث مرسلا والله أعلم. أكم خطبة مسلم كيسة لفكاية الترتيب يجولا جريتك وزمنتك كيسة يو والإنجيلة قلت لهم تاني سلميني يوم الجاوي قلت لهم جاني ولكن نمتين سائمة مباتوس إذا كمي جاوتاتي حديث نجاري ولد رؤدي ستي محمول على السماع حديث نزن حديث ولد رؤد أغهن حديث سبتا ثاني رقب سيفا مجيش رجل مسلم وان سيقاتا نفجيش أما نمو إيقاتان ega amar motan zamana to keza tul kunna munisari yo mijjae ulira udaisu nisani wa mijjau jecha riwayana kasi sama arati qobsi famti sirrida aja muslim kana fu hadisni o yara yinna jechu وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حركة سالمين كأول فوته حذو من كبه سدودة يكوي سالمين سدودة يكوي سالمين كأول فوته إذا افتتح الصلاة يرو صلاة بن وإذا كبر يرو الله أكبر جلس للركوع جلب قبل نراف يرو سنس كتا سدودة ساتين سدودة يكوي ساتين كأول فوته وإذا رفع رأسه يرمس متاسا والفود من الركوع جل بقبلنا الراح يروسني سركا والمفود أرك الفود يسن سنة واجبا متجرا والديبون قدمون واجب جل بقبلتشون جل برا والديبون واجب يرمو أرك الفود سن سنة راجع ذكر الصلاة كيستي ذكر قرته جل بقبلنا في السجود كيسا قرم سننه واجب وسنة يجب كذلك خلافة جرا وترجعين واجب جرا وعلى كل خلاف رانا جابه خلاف اتفقوا بربا جزا ليس ولا بد يجوز ذكره وفي حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه عند أبي داود يرفع يديه كسالم من ألف يرفع ألف يديه كسالم حتى يهادي بهما حنجر كلامين كتيسوتي من كبيج أكو سالمين ثم يغنى جبود يغارك الفود يكبر الله أكبر جراج ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه نعه حديث ابن عمر لكن قال نجد حتى يهذي بهما هم هرك لمنك التيسوتي فروع أذنيه تتومتك الرسالة منك توم تو قرأ سالة بيرتي هم كتاي سرتي حتى يهادي هم كتاي سرتي بيمار كلامين فرو على اللافتي وقد توم تو ذني قرأ سالة منتي حركة الفود في الله أكبر هنا أكمل البراوفان ريوان قرين حركة الفوداني الله أكبر أجيبوه تجتو يبسط يوان غارين ايغا الله اكبر جدان بودار كول فورو يفسيت كيف الجمع جنان والكل جائز وندنون دندام وندنون دندام ها جنان سجودك يا ستي هو har ko fuudun dandama yero sujudan sujudan ra yero aljadan yero sujudan amma sigadi wan
ilmi marwan jedhe wakana la yafalu zalika fi sujudi jechaadhaan dubbate sujuuda keessatti harka waliin fuudhu jedhe hin agarre saniif dhabamsiisa jechuudha. Warroonni gariin ammoo harka ol fuudhuun rasuulaa sabatee jira jedhanii hadiisaa imaamu annasa'iin odeessu tokko imaamu Ahmad illee odeessa jechuudha. وقال الحافظ أصحهما وقفت عليه في الرفع في السجود رواية النسائي الرسحين دبيرا ترك الفرجو خيستي سجودة خيستي أن يرد أبدي أرجع رواية النسائي تيجي حافظ وروى ابن أبي شيبة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود وسحو الألباني في الإرواء رسول ربي ركوع سجودة كيست الله حركي سالمين الفراجة كوني يرو تكو تكو جيتو كسجودة كيسا كون وصو يرو انتكو الفرو تاتي سلا رسولاني أرغاني اتلاتا واني دابا مسيسف من علم عمري والرسول يرو انتا سجودة كيسا تركو لفونيف موضع اليدين حال القيام في الصلاة حرك لمن أي سجرات قبض يرون امتك صلاة. وعن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي ولين صلاة فوضع يد وركيساني كاي اليمنى كبرقا فوضعني كاي يد وركيسا اليمنى كبرقا على يدي اليسرى حرك ساك بتات الركاي على صدري قمسات الركاي حركة لم يقول لك هيكنا يسرقها على سطر قمساتر أخرجه ابن خزيمة مرقي قبة بتنجلة خير لك يا مموك ومر بكتم قبطا على رسك والسعيد ما تقات تيفي بل إنا دنم ميدا كان الرقبتها يجو قبطة يجونا طيب بكرة كان قوما هنورا ركاون ضعيفة هنورا جركا هنورا قد كاونس هذه سنة ضعيفة جورا سين دبيرا كقوم الركا يتنسان أكسو مغارتي غرابو بارا جسيساني كايتون سن اللين ضعيف هني دبين جرى جسون هذه سنة تلوفين جرو yaadanna barbaadaaf mazhaba shaafi'i keessatti akkas dalaganii jaan yaadanna barbaadaaf yaadachiisuudhaaf qalbii gadhabu jechuu qalbii achi jirti qalbiin achi jirti yaaniiti akkasitti yaadanii kanaaf harka kana fudhanii achi jala kaayan jechuu akka qalbiin waswaasni akka isaanitti suni waswaas isaaniitti jenna. سوني وسواس ثانيتي جن درسين كان يسدابت ان شاء الله وامبرن ربنا وفهم سيزينا بارك الله فيكم.